إن الشباب هم الهبات بجوارهم تحلو الحياة من رام منهم همة فلسوف يلقى المعجزات طلب العلوم شعارهم وسبيلهم حتى الممات يتنافسون بحبه كيما ينال الدرجات حيوية بدمائهم لا يركنون إلى السبات فإذا أردت شجاعة فاطلب فهم نبع الحياة. يقول الشاعر: إذا لم تخشى عاقبة الليالي ولم تستحي فافعل ما تشاء، فلا والله ما في العيش خير ولا الدنيا إذا ذهب الحياء. يعيش المرء ما استحيا بخير ويبقى العود ما بقي اللحاء. ما تعريف الحياء وما مكانة الحياء في الإسلام مع الشيخ؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، أفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحياء خلق محمود يحمل صاحبه على فعل كل جميل والترك كل قبيح، والحياء هو خلق الإسلام. قال صلى الله عليه وسلم: إن لكل دين خلقا وخلق الإسلام الحياء. ومر النبي صلى الله عليه وسلم على رجل يعظ أخاه بالحياء ويقول له: اترك الحياء، دعه. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: دعك من ذلك، أي لا تقل له اترك الحياء، فإن الحياء من الإيمان. فإن الحياء من الإيمان. والحياء يا إخوتي اليوم هو العملة النادرة والبضاعة المفقودة. وإذا كان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أكرم ذي النورين سيدنا عثمان بزواج ابنتيه له، إنما كان إكراما له على صفة الحياء، إكراما له على صفة، اختاره على صفة الحياء. وفي يوم كان النبي صلى الله عليه وسلم يجلس وقد أدلى برجليه في بئر أريس، استأذن سيدنا أبو بكر، دخل وجلس بجوار رسول الله، استأذن سيدنا عمر وجلس بجوار رسول الله. لما استأذن عثمان أسدل النبي إزاره وغطى ركبتيه وأذن له فدخل وجلس. فتقول السيدة عائشة: يا رسول الله، استأذن أبو بكر فما غيرت شيئا، استأذن عمر فما غيرت شيئا، لما استأذن عثمان أسدلت الإزار على ركبتي. قال: ألا أستحي ممن تستحي منه ملائكة السماء؟ فالحياء هو خلق الإسلام، وهو العملة النادرة والبضاعة المفقودة في زماننا، وعلينا أن نعزز هذا الخلق في أولادنا، في مدارسنا، في مجتمعاتنا، لأن الله لا يحب الفاحش البذيء، بل يحب كل كلام هين طيب لين يدل على معنى الحياء، والحياء من الإيمان. وقد قال صلى الله عليه وسلم: الحياء خير كله، الحياء خير كله، والحياء لا يأتي إلا بخير. الحياء أيضا هو ليس نوعا واحدا، فهنالك ما هو حياء محمود وهنالك ما هو حياء مذموم. الحياء المحمود عندما تستحي من شيء واجب أو شيء مندوب، كمن يستحي من استعمال السواك، أو يستحي أن يقوم ويرفع الأذان، هذا حياء مذموم. أما الحياء المحمود عندما يستحي أن يقول كلمة نابية أو أن يتصرف تصرفا نابيا، فهذا من باب الحياء المحمود. ونختم بحديث النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال: ألا تستحون من الله حق الحياء؟ قالوا: إنا نستحي والحمد لله. قال: الحياء من الله حق الحياء، أن تحفظ الرأس وما وعى، والبطن
البطن وما حوى وتذكر الموت والبلى، فمن فعل ذلك فقد استحيا من الله حق الحياء. نسأل الله أن يرزقنا الحياء الحقيقي منه أولا ومن سائر عباده ثانيا، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. لشبابنا الشيخ علاء، نحن عم نصور في الجامعة. نعم. وفي الجامعة في أحيان بعض الشباب بيتجاوزوا حدود الحياء، يعني مع الشباب ماذا تتحدث لنا عن فكرة الحياء؟ وهل الشاب لازم يكون عنده حياء إلا فقط الحياء للكبار؟ طبعا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه: من قل حياؤه قل ورعه، ومن قل ورعه مات قلبه. الحياء كما تفضل سيدي الشيخ محمد خير كله كما ورد عن الحبيب عليه الصلاة والسلام، وخلق لا يحتاج لأن يتحدث عن فضيلته الكثير، إذ هو محمود عن كل البشرية. يعني خلق محبوب لدى كل البشرية سواء كانت مسلمة أو غير مسلمة، هو خلق حميد. لكن طبعا بخلاف بعض الصور التي تكون فيه هي فرق بين الحياء والخجل. لكن فيما تفضلت به، نحن اليوم عم نتكلم عن واقع شبابنا بحاجة إلى أن نزرع فيهم الإيمان حتى ينبت فيهم الحياء، لأن الإيمان هو منبت وهو النبتة التي تثمر منها الحياء، لما قال عليه الصلاة والسلام: الحياء من الإيمان. طيب، عندنا نجد شباب في الشوارع إما يرفعون أصواتهم، طالع بالسيارة أو تماما يلبس لباس كاشف فيه عن عورته عن ركبته، يقول لك ما فيها شيء شيخي، وموضة وما موضة، أو بيشغل السيارة بشغل أغاني وبرفع صوت المسجلة إلى غير ذلك. صور من الصور الكثيرة، أو بعدي في الشارع بيصيح وبيعيط لرفيقه، ما في مراعاة الآداب، ما في حياء بالنسبة له. إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. فهذه الصور من الصور طبعا الكثيرة في شبابنا الذين ابتعدوا عن حقيقة الإيمان، فطلع منهم التصرفات الطائشة اللي نحن نراها ممكن يعني قبيحة جدا، لكن هن بالنسبة لهم ما عم شوفوها قبيحة. منبت ذلك البيئة. يا أخي، إذا لم يكن هناك بيئة إيمان في البيت ما رح يطلع من الشخص حياء. إذا ما كان في ترتيب: يا ابني ترى هذا عيب من الصغر، يا ابني ترى هذا ما بصير نعمل هيك، يا ابني لا تدبك في تحتنا جيران، يا ابني لا تعلي صوتك في عالم نايمة، صارت الساعة 12 بالليل وإن كنت عم تضحك مع رفقاتك، انتبه وطوا صوتكم في عالم بدها تنام. هذه صور من الصور. الجانب الآخر، أخواتنا الفتيات بناتنا كمان نفس الشيء. اليوم أنت في لباسك، في حشمتك، في شيء اسمه حياء، في شيء لازم ما يظهر من مفاتنك، في شيء بمشيتك لازم تنتبه على مشيتك شلون عم تمشي. حتى في الجامعة أحيانا بيرفعوا أصواتهم بالضحك. تماما، هذا اللي جايك أنا، إنه تجي لمرحلة الحكي مع رفيقته فبتضحك وبتتساهسك وبترفع صوتها. يا بنتي ما بيصير هالحكي، هذا ما يجوز، هذا من قلة الحياة. إذا لم نقل من الوقاحة حتى لا ننطف، يقول: يا أخي هذه من قلة الحياة يا بنتي. وزينة الفتاة الحياء. وأكثر ما يزين الفتاة ويعجب بها الشباب يا بنتي هو حياؤها وليس جرأتها. بالعكس، جرأتها هذه بالنسبة للشباب ليست محمودة، قبيحة. فيا بنتي، إن كنت في جامعتك، إن كنت مع رفقاتك، إن كنت في استقبال نسوان، إن كنت رايحة زيارة عن قرايبينك، إن كنت عم تمشي في الشارع، إن كنت عم تتسوقي، رايحة بدها تتسوقي، بدك تنتبهي لصوتك، لمشيتك، للباسك. أنت محط أنظار البشرية، والناس يريدون منك أن تنزعي الحياء. في المقابل أن تكوني زينة الإسلام، كوني الفتاة المسلمة التقية النقية التي تقتدي بالتقيات الصالحات، سيدتنا عائشة رضي الله عنها وفاطمة الزهراء بنت الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام، قمة الحياء. هؤلاء هن قدوتك. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدي شبابنا وشاباتنا لحقيقة الإيمان حتى يثمر عندهم الحياء من الله سبحانه وتعالى. لشبابنا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين.
فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين وإسماعيل وإدريس وذي الكفل كل من الصابرين وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين إن الشباب هم الهبات بجوارهم تحلو الحياة من رام منهم همة فلسوف يلقى المعجزة طلب العلوم شعارهم وسبيلهم حتى الممات يتنافسون بحبه كيما ينال الدرجات حيوية بدمائهم لا يركنون إلى السبات فإذا أردت شجاعة فاطلب فهم